أنا المسؤول. بل أنا العاقل يا هارون. وكيف يكون عقلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باقي، فعمرت هذا. أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ ألا يدعو هذا إلى الجنون يا هارون؟ والله إنك لصادق. زدني. حسبك كتاب الله، فالزمه، ففيه الخبر وفيه العبر. لك حاجة فأقضيها لك؟ نعم، ثلاث حاجات إن قضيتها شكرتك. فاطلب إذن أن تزيد في عمري. لا أستطيع. أن تحميني من ملك الموت. لا أقدر. أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. لا أقوى. فاعلم إذن بأنك مملوك ولست بملك، ولا حاجة لي.